فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة مطلقة منذ سنتين، تقول: هل يجوز أن يكون ولدي وليا لي في زواجي لأن والدي لا يريد أن يزوجني حياء من الناس؟ هذه تذهب إلى المحكمة، القاضي هو اللي يفوض الولاية إلى من يصلح لها. نعم، فضيلة ما الشيخ، ينقل الولاية من شخص إلى شخص إلا القاضي. نعم.